بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. هنبدأ أول مشروع عندنا في الأندرويد ستوديو، ونبني أول أبليكيشن. طبعا أي أبليكيشن بيتكون من 6 موسيت، والـ6 موسيت دول عبارة عن 3 بيحصلوا في الأون كرييت، وتلاتة لما تعمل ديستروي للأكتيفيتي. طيب أي أكتيفيتي أو أي أبليكيشن لما بتيجي تبنيه لازم الأكتيفيتي بتتكون من 6 الموسيد دول. طيب أول موسيد عندنا وهي بتكون باي ديفولت بتنزل مع الأندرويد ستوديو، وهي الانكريت. الانكريت ديت بتبدأ عندنا في الابليكيشن. تاني مسد عندنا وهي اون ستارت، وتالت مسد اللي هي اون ريزيوم. ولما بتيجي تعمل باك للاكتيفيتي بيحصل لها امبوز، وبتستعد للاختفاء بيحصل لها اون ستوب، بعد كده اون دوستوري. دول 6 مسات. طيب احنا عايزين نعمل تيست كده صغير للديمو اللي احنا عليه حاليا عشان نقدر ان احنا نفهم الموضوع اكتر. طيب عشان نقدر نستدعي الـ6 مسات دولت بنروح على الكود هنا فوق، وبنعمل حاجة على بنعمل لها اوفر رايت مسات، وبنحدد الـ6 مسات اللي احنا محتاجينهم وهي on start بس بالترتيب. دول الـ6 مسد عندنا اللي احنا هنعمل عليهم تيست في الديمو بتاعنا. اول مسد اللي هي الاون كرييت، تاني مسد عندنا وهي الاون ستارت، تالت مسد عندنا اللي هي اون ريزيوم واون بوز واون ستوب واون دوستوري. دول الـ6 مسد اللي احنا اي تطبيق او اي ابلكيشن في الاكتيفيتي بتستخدمه، لان هنتعلم ازاي في الاون كرييت. بعد ما بتعمل اون كرييت على طول في بتعمل ران للابلكيشن بتاعك بيبدأ اون ستارت، وبعد كده في الاون ريزيوم. هنعمل هنا مسج صغيرة برايفت، من نوع برايفت برايفت ستاتيك فاينل. هنعمل تاج ده بيساوي اللي هو اللايف سايكل بتاعتنا بتاع الاكتيفيتي، لايف سايكل بتاعتنا. طيب هنجي هنا في الاون ستارت وهنقول له لوك دوت يعني هنعمل هنجيب لك الانفورميشن لما نيجي نعمل ران
للمشروع. بتاخد تو باراميترز، الاول باراميتر اللي هو من نوع التاج اللي احنا عاملينه هنا فوق، في عاملينه كان سترينج، تمام. والمسج اللي احنا هنبعتها هنقول له on on start. كذلك هنا في المسج دي برضو log.i تاخد 2 بارامتر، اول بارامتر اللي هو التاج، تمام. هنا في الامبوز في الانرزيو ام لوج دوت اي بتاخد 2 بارامتر تاج، والمسج اللي هي on and pause تالت مسج and stop log dot i التاج، اون ستوب ما ننساش، بس نحط السيمي كولون في كله عشان ما يعملش ايرور. وكذلك هنا لوك دوت اي تاج دوت اي تاج اون on the story destroy. احنا دلوقتي هنعمل run للمشروع بتاعنا وهنشوف النتيجة. هنعمل له run نشوف بس وهو بيعمل بناء للمشروع. يا جماعة احنا نسينا نعمل ان التاج ده من نوع string، لازم private static final من نوع string.
ونعمل ران تاني عشان نشوف الايرور اللي هيطلع عشان نبدأ نعالجه. تمام، هو بدأ كده رن المشروع ونجح في اللانش سكسب. طبعا عشان نقدر ان احنا نشوف المسد دي كلها ونعرف الايرور او نعرف هي بدأت ازاي او كده، هنعمل باك او مش هنعمل باك، احنا هنطلع منها، هنطلع من الاكتيفيتي. شوف حصل لها ايه، امبوز. اول ما احنا طلعنا منها حصل امبوز، وبعد الامبوز اون ستوب، بس ما حصلهاش المسة الاخيره اللي هي اون دستروي، لان هي لسه فعلا موجوده بالفعل. لو احنا رحنا هنا كده هي لسه موجوده، ما حصلهاش اون دستروي. طيب هنرجع، اول ما رجعنا حصل لها اون ستارت وريزيوم لان هي بدأت بالفعل. طيب احنا لو عملنا باك ايه اللي هيحصل لها؟ باك، هي كده فعلا حصل لها امبوز ستوب وان ستوب وبعد كده اون ديستروي، وفعلا هي انتهت خلاص. الاكتيفيتي خلاص راحت من الميموري بتاع الموبايل. طيب كان بس ديمو كده بسيط، بحيث ان احنا نعرف اي اكتيفيتي بتتكون من كام مسد. 6 مسد اللي هي الاون كرييت، وبعد كده الاون ستارت والان ريزيوم والامبوز والان ستوب والان ستوري. طبعا دول مهمين جدا، لان فيما بعد هنعرف في سيناريوهات كتيرة او بتحصل معاهم، والفانكشن وكتابة الكود كلها بتحصل في كل المسد ديت، لان كل مسد فيها كود بيتكتب بحيث ان هو يحافظ على الداتا بتاعتك. لو انت عملت مثلا لاندسكيب مثلا للموبايل، او ان انت مثلا عايز تعمل باك للاكتيفيتي، فلازم أن يحفظ الداتا عندك. فكل مسد من المسد ديت بتحتفظ بالداتا بتاعتها. طيب لو احنا هنا كنا شغلنا الاب تاني، حصل له اون كرييت اتنشأ، وبعد الاون كرييت اون ستارت، وبعد كده اون ريزيوم. طيب احنا عايزين نعمل نشوف نعمل له ريتيتد للموبايل. للشاشة روتيت للشاشة. طبعا حصل لها طيب لو احنا عملنا تير بس طفينا الشاشة كده، شوف ايه اللي هيحصل معانا. زي ما شفنا، بعد ما حصل الاون كرييت والاون ستارت والاون ريزيوم حصل لها اون بوز واون ستوب، بس ما حصل لهاش دستروي لان هي فعلا لسه موجودة. طيب نعمل تيرن اون، بعد كده حصل لها اون ستارت واون ريزيوم، باك خلاص هيحصل لها
ان بوز بعد كده ان ستوب بعد كده اون ديستروي. طيب بداية من المحاضرات القادمة إن شاء الله هنبدأ فعليا، نبدأ في تطبيق عملي.